حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع الإخبارية، مواطن في عدن يسيطر على جزء من حوش مدرسة بنات. 10,000 شخص زاروا معرض كتاب في شبوة. آخر وزير مالية في أفغانستان يعمل سائق سيارة أجرة في واشنطن. أهلا بكم. وجد أحد السكان في عدن أنه جار لمدرسة بنات، وخلال فترة الفوضى التي تعيشها المدينة فكر كيف يمكنه الاستفادة من هذه الجيرة، فقام بتقسيم حوش المدرسة لتأخذ المدرسة جزءا ويأخذ هو الجزء الآخر. ومنذ فترة والطالبات ينفذن وقفات احتجاجية، لكن الجار لا يستجيب، يعلق موقع عدن الغاد. مكتب التربية بعدن يوضح ما يحدث في ثانوية عبد الباري بخورمكسر. وفقا للموقع، نفى مكتب التربية والتعليم في عدن سكوته عن عملية البسط التي تحدث في ثانوية عبد الباري قاسم للبنات في مديرية خورمكسر بعدن، مؤكدا أنه خاطب كل الجهات المختصة رسميا في السلطة المحلية ابتداء من المديرية وانتهاء بالمحافظة، ولديهم كل المراسلات والخطابات لتلك الجهات. وقال مكتب التربية والتعليم بعدن: إن ما يحدث من أعمال بسط واستيلاء على حرم ثانوية عبد الباري قاسم للبنات في خورمكسر عمل مدان ولا يجب السكوت عنه. وأشار المكتب إلى أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتهم المكتب بما يحدث في ثانوية عبد الباري قاسم جميعها أخبار كاذبة. أوضح المكتب أن عملية إخراج الباسط على مساحة ثانوية عبد الباري ليست من مهامه، لأن حماية الممتلكات العامة مسؤولية تقع على عاتق السلطة المحلية والجهات الأمنية. واختتم مكتب التربية والتعليم بعدن مطالبته كل الجهات القيام بحماية ثانوية عبد الباري، مؤكدا أنه يقف وحيدا في هذه المحنة منذ البداية. صحفية كندية علقت حول عدم التعامل الإنساني مع الأزمات، ووضعت مقارنة بين طريقة التعامل مع الحرب في أوكرانيا والكارثة في اليمن. وكتبت إيمانويل ترافريرز مقالها في صحيفة جورنال دي مونتيرال الكندية، وهي صحيفة صادرة باللغة الفرنسية، وتمت ترجمة المقال لصالح بلقيس. وتقول الكاتبة: تستوجب الدراما الأوكرانية إحساسنا بالإنسانية. تبرعات للصليب الأحمر أو تبرعات مخصصة للشتات، عروض عمل للاجئين، الكل يريد أن يقوم بدوره. ومع ذلك، وبقدر ما تستحق هذه التعبئة لأجل أوكرانيا، فإنها تخفي نوعاً من النفاق. كم عدد الفظائع الأخرى التي فضلنا تجاهلها؟ أشارت الأمم المتحدة مؤخراً إلى أن اليمن هو أسوأ وأكبر كارثة إنسانية في العالم، وهذه الكارثة مستمرة في التفاقم. هناك طفل دون سن الخامسة يموت كل 9 دقائق. أدى الصراع هناك بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والنظام الرسمي المدعوم من السعودية إلى مقتل 377,000 شخص على مدى السنوات 7 الماضية. قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي: ما رأيته في اليمن كان كابوساً ورعباً وبؤسة، فالأطفال لا يبتسمون ولا يضحكون ولا يبكون، فهم جائعون للغاية. ومع ذلك، بينما تمطر الملايين من الدولارات لدعم أوكرانيا، جمعت الأمم المتحدة أقل من ثلث المبالغ اللازمة لتلبية الاحتياجات في اليمن. للأسف، تنطبق الملاحظة نفسها على سوريا. تشير المنظمات غير الحكومية العالمية الكبرى إلى أن الكرم الذي قدم لأوكرانيا يحرم اليمن وسوريا وإثيوبيا وجنوب السودان وأفغانستان من ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية والغذاء. بالإضافة إلى أن ثلث القمح المخصص للدول الإفريقية الرئيسية يأتي من أوكرانيا وروسيا، القمح الذي لن يتم حصاده ناهيك عن تصديره. الكارثة المتوقعة هي من الدرجة التي يخشى فيها مدير برنامج الأغذية العالمي من هجرة جماعية، بل وحتى زعزعة استقرار العالم. هل الوضع كارثي؟ بالتأكيد، إنه تذكير مأساوي بحدود المساعدات الإنسانية قصيرة النظر على الدوام. أخلاق التاريخ، دعونا نتواضع للاعتراف بأنه إذا كان مصير أوكرانيا يهمنا كثيراً، فذلك لأننا نرى هؤلاء الأشخاص يعانون كل يوم على شاشاتنا.
لقد توافد عليها الإعلام العالمي لأن حكوماتنا جعلت منه أولوية. يأتي الغاز إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بشكل مستمر، إذ ما تزال مأرب ملتزمة بتزويد تلك المناطق بالمادة بسعر 1700 ريال الأسطوانة، وفق ما أفاد به مدير شركة النفط في مأرب حمد بن وهيط. ونقل موقع المصدر أونلاين عن مدير الشركة قوله: حصة المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بلغت منذ 2015 نحو 14739 مقطورة غاز، أي ما يعادل 32,444,446 أسطوانة غاز منزلي، بنسبة تزيد عن 55% من إجمالي الإنتاج العام للشركة. وأكد عدد من شهود العيان في محافظة الجوف ومناطق شمال صنعاء للمصدر أونلاين مشاهدتهم مقطورات الغاز القادمة من مأرب عبر مناطقهم تمر بشكل مستمر كما جرت العادة منذ سمح لها بالعبور عبر تلك المناطق. من جهته قال وكيل محافظة مأرب عبد رب مفتاح إن أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لميليشيا الحوثي مفتعلة، وإن محافظة مأرب ملتزمة بتزويد جميع اليمنيين دون استثناء بالخدمات الأساسية المتوفرة لديها من الغاز والمشتقات النفطية. ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن مفتاح قوله: إن المحافظة لم تتوقف يوما عن تزويد جميع المحافظات بمادة الغاز أو المشتقات النفطية الأخرى دون النظر إلى التقسيمات الجغرافية أو الاعتبارات السياسية أو المذهبية التي أفرزتها الحرب. ولكن كيف يتعامل الحوثيون مع محافظة مأرب؟ يمكن معرفة ذلك من خلال تقرير نشره موقع بلقيس بعنوان: ميليشيا الحوثي تدفع بمجاميع قتالية إلى مأرب. وفقا للموقع، سقط قتلى وجرحى في قصف مدفعي متبادل بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. مصادر ميدانية قالت إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة أحبطت هجمات عدة ومحاولات تسلل نفذتها الميليشيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في أطراف البلق الشرقي ومواقع أخرى. وبحسب المصادر فإن الميليشيا تواصل الدفع بمجاميع قتالية إلى خطوط المواجهات بغية السيطرة على مواقع جديدة. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش استعادت مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي. يقف العالم مذهولا أمام منعطف خطير لم يشهد مثيلا له منذ عقود. لا مبالغة في هذا الكلام، فقد عادت الحرب إلى القارة الأوروبية وعلى يد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. هكذا بدأ غسان شربل مقاله المنشور في الشرق الأوسط. يذهب الزعيم إلى التاريخ حاملا معه حربه أو قرارا كبيرا عند منعطف كبير، ومن عادة التاريخ أن يعطي مقعدا في شرفته للذين يجرون جراحات قاسية للخرائط وموازين القوى، ويفوق أحيانا عدد ضحاياهم عدد مناصريهم. يستقبل كتاب الزمن من يقتحمون صفحاته ثم يحاكمهم ويعيد المحاكمات، ومن عادة التاريخ أن يكتب بحبر المنتصرين. لزعماء الكريملين قصة مثيرة، قدرهم أن يكونوا أقوياء. ولد الاتحاد السوفيتي من رحم الإمبراطورية الروسية، ولا تستطيع موسكو التعايش مع الضعف لأنه يعني تطاير لحم الإمبراطورية. وفي موازاة القوة التي لا بد منها، تسرب إلى الكريملين في القرن الماضي هذا الخوف من الغرب الذي زار بطرس الأكبر متنكرا لاستكشاف أسباب قواته واستيراد خبراته. وكان الخوف من الغرب ونموذجه صحنا دائم الحضور على مائدة القياصرة الذين جلسوا تباعا على عرش لينين. لنترك ستالين مرتاحا مع إنجازاته وارتكاباته بين سكاكين المؤرخين. ارتبطت أسماء معظم ورثته بأزمات كبرى وقرارات مدوية. كان الفلاح الأوكراني نيكيتا خروشوف في نادي القيادة حين لوحت انتفاضة المجر بمغادرة النظام الصارم. تقدمت الدبابات السوفيتية إلى بودابست ولقنت خونة الحزب درساً لن ينسوه. وشاءت الصدفة أن يكون اسم السفير السوفيتي في وليمة بودابست يوري أندروبوف الذي سيقود لاحقاً إمبراطورية الكي جي بي وبعدها الاتحاد السوفيتي. وكان خروشوف في موقع القيادة في أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعته في مبارزة مباشرة مع جون كينيدي وعلى شفير مواجهة نووية. وفي تلك الأيام
كان بوتين في العاشرة من العمر. صارت القاعتان الرئيسيتان من مبنى المركز الثقافي فارغتين إلا من قصاصات ورق خلفها المعرض. لم تعد الجدران والطاولات مغطاة بالمئات من الكتب، وراحة الرياح تصر في نوافذ القاعتين المغلقة. واختفى مئات الزوار الذين يقصدون معرض شبوة الكتاب 2022 يوميا لشراء الكتب على مدى 10 أيام متوالية من شهر مارس الجاري. يعلق موقع المشاهد نت: ثقافة شبوة تنفض غبار الحرب. قبل ذلك عرضت 15 دار نشر محلية وعربية عشرات الآلاف من الكتب في المعرض. وقالت الهيئة العامة للكتاب فرع محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، وهي الجهة المنظمة لمعرض شبوة للكتاب 2022، قالت إنها تجاوزت 25,000 عنوان لأول مرة في تاريخ معارض الكتاب في المحافظة. وقال الموقع: زوار المعرض وصل عددهم إلى 10,000 زائر، وبلغت المبيعات إلى 12 مليون ريال في سابقة نوعية لم تشهدها معارض الكتاب في محافظة شبوة. تحدثت صحيفة الشرق الأوسط عن ما قالت إنها 3 رسائل أعقبت هجمات الحوثيين على السعودية، وعنونت الصحيفة 3 رسائل من التحالف بعد الهجمات الحوثية. وفقا للصحيفة فإن الأولى هي تأكيده على أنه سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية، والثانية تشديده على الاحتفاظ بحق الرد، أما الثالثة فهي تذكير الحوثيين بعدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة. وأوضح التحالف أنه يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، لافتا إلى وجود سعي حوثي لإفشاله. يأتي ذلك في الوقت الذي انهمرت فيه تنديدات دولية بصنيعة الحوثيين الإرهابية، إذ أدانت الولايات المتحدة الهجوم على السعودية. الصحيفة أيضا تطرقت لموقف الحكومة اليمنية، وقالت إنها أدانت بأشد وأقسى العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهدافها للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان على نهج ميليشيا الحوثي الرافض لكافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية والهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام. وطن يبحث عن منفى، تحت هذا العنوان كتب باسل الطلوزي مقاله المنشور في العربي الجديد. المشي الطويل بالنسبة إلى المواطن العربي ليس رياضة بدنية أو ترفا يزاول في فترات ما بعد القيلولة وتناول الوجبات الدسمة، بل أسلوب نجاة، ولا سيما أنه يقترن باللهاث اليومي خلف رغيف الخبز والفواتير والوظيفتين أو الثلاث أحيانا لتلبية أدنى مقومات الحياة، ولعله هرولة أيضا مقترنة بالتلفت المرعب في كل الاتجاهات، هربا من الاعتقال أو من هراوة شرطي أو من مسدس كاتم الصوت أو حتى من برميل متفجر. وفي خضم هذا العدو المتواصل لا يعود للمسافات أي معنى ولا للزمن أيضا، فالمهم بالنسبة إليه بلوغ أي محطة لالتقاط الأنفاس ليس إلا، ومن ثم استئناف المسير. كان ينبغي أن يتركوه ماشيا بدل هذه الكرنفالات التي أحاطوه بها، وهو زائغ العينين ينظر بحياد، معتقدا أن العالم برمته يشاطره المشي والركض والهرب واللجوء. ولا وقت لهذا البذخ، وما سباقه الوحيد إلا مع القذيفة التي تطارده من بقعة إلى أخرى، ومع الهراوة التي تقطع عليه الطرق والحواجز التي تسد عليه المنافذ. كان سباقه مع طفولة تطالبه بحقوقها ورجولة تفرض عليه استحقاقاتها قبل الأوان، مع موت يسبق الحياة وحياة تنجب الموت. رغم قصر عمر المعركة نسبيا إلا أنها خلفت حالة من الذعر لدى الأوكرانيين. وفقا لموقع دي دابليو، أوكرانيا تشريد 10 ملايين شخص وأنباء عن قرب التوصل للاتفاق. وقال الموقع إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أن الحرب في أوكرانيا تسببت في تشريد 10 ملايين شخص في الجمهورية السوفيتية السابقة،
وقال الموقع إن هذا العدد يعادل فعليا ربع عدد سكان أوكرانيا. وحسب بيانات المفوضية فإن نحو 3.4 مليون شخص نزحوا إلى الخارج حيث عبروا الحدود إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، فيما نزح العدد الباقي من منازلهم داخل بلادهم فرارا من الهجمات. وقال رئيس المفوضية الأممية: هؤلاء الذين يشنون الحرب في أي مكان في العالم مسؤولون عن معاناة السكان المدنيين الذين يتم إجبارهم على الفرار. وتطرق الموقع لإعلان أنقرة عن تحقيق موسكو وكييف تقدما في المفاوضات الهادفة إلى وضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا، وباتتا قريبتين من إبرام تفاهم. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا طويلا ورد فيه أن وزير المالية الأفغاني قبل سقوط كابول وتولي حركة طالبان مقاليد الحكم هناك يعمل حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولكن ما هي طبيعة عمله؟ عنونت الصحيفة: آخر وزير مالية في أفغانستان يعمل الآن سائق سيارة أوبر في العاصمة ويفكر في الخطأ الذي حدث. تقول الصحيفة إن محرريها شاهدوا الوزير خالد بايندا الذي كان حتى الصيف المنصرم وزيرا للمالية ويشرف على ميزانية تبلغ 6 مليارات دولار، وهو يقود سيارة من طراز هوندا أكورد متجها شمالا على الطريق السريع في منزله في فيرجينيا باتجاه واشنطن العاصمة، ويقيس نجاحه بمئات الدولارات بدلا من المليارات. قال بايندا للصحيفة خلال تنقله وسط حركة المرور الخفيفة ليلة أول أمس: إذا أكملت 50 رحلة في اليومين المقبلين فسأحصل على مكافأة قدرها 95 دولار. وأشار بايندا 40 عاما إلى أن وظيفته الجديدة هي طريقته لإعالة زوجته وأطفاله 4 بعد أن استنفذ مدخراته المتواضعة، مضيفا أنه يشعر بالامتنان الشديد لذلك، ويقول: هذا يعني أنني لست مضطرا لأن أكون يائسا. وأضاف أن وظيفته كسائق سيارة أجرة هي بمثابة إجازة مؤقتة من الهوس بالمأساة المستمرة في بلاده التي كانت تعاني من الجفاف الكارثي والوباء والعقوبات الدولية والاقتصاد المنهار والمجاعة وعودة حكم طالبان. وقال إنه يشعر بأنه عالق بين حياته القديمة وأحلامه لأفغانستان، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد حياته الجديدة في أمريكا أبدا، لكن ليس لديه مكان في الوقت الراهن. يقول: أنا لا أنتمي إلى هنا ولا أنتمي إلى هناك. إنه شعور فارغ للغاية. شارك المصور اليمني علي المحنش في معرض الصور الذي أقامه المنتدى الدولي للصحافة بالعاصمة التونسية، وسلطت الصور الضوء على التفاصيل غير المرئية في الواقع اليمني الذي يعيشه السواد الأعظم من اليمنيين في ظل استمرار الحرب ودخولها في العام 8. وقد نشرت الصور في موقع ذمار أونلاين. نشاهدها. مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها في آخر جولة. بهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.